سلام عليكم يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وان شاء الله الازمة دي تعدي على خير، وان شاء الله باذن الله يعني الترم يكمل على خير والدنيا تكون احسن. طبعا انا عارفة ومقدرة تماما 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 الظروف اللي احنا فيها كلنا، ومقدرة اللخبطة اللي حصلت الاسبوع اللي فات، وان شاء الله باذن الله الامور للاستقرار وللاحسن بالنسبة لتحميل المواد الدراسية، لعمل الاساينمنتس، للحاجات دي كلها. النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض المحاضرة بتاعتنا في الترمينولوجيز اللي هي الكمبيوتر بارت يعني، والنهاردة هنبتدي في شابتر 3. كنا المرة اللي فاتت خلصنا خلاص كده اخر شابتر 2، ونزلنا الاساينمنتس بتاعتنا اللي هو 1 و 2 اللي كانوا نزلوا في المكتبة، وهنبتدي النهاردة مع بعض شابتر 3 اللي هو عبارة عن اسمه الكمبيوتر سوفت وير. كمبيوتر سوفت وير هو يعني ايه؟ زي ما احنا اتفقنا من الاول خالص ان احنا عندنا 3 main components للكمبيوتر، او البيزك components للكمبيوتر. عندنا هاردوير، وعندنا سوفت وير، وبيربط ما بين الهاردوير والسوفت وير ده حاجه اسمها اوبريتنج سيستم، او هي سوفت وير برضو بس ليها طبيعه خاصه. ده مهمته انه بيربط ما بين الهاردوير والسوفت وير. طيب احنا عندنا الكمبيوتر سوفت وير هو عباره عن مجموعه برامج بتخلي الهاردوير يعمل حاجه معينه بترتيب معين، تمام؟ يبقى لو قلنا وات از كمبيوتر سوفت وير، هو the set of programs that makes hardware perform a set of tasks in particular order. طب حلو قوي، هي كده مجموعة برامج بتخلي الهاردوير يعمل شوية مهام او يعمل شوية تاسكات بترتيب معين عشان ينفذ لي ريزلت معينة انا عايزاها. طيب هل الكمبيوتر سوفت وير ده نوع واحد ولا كذا نوع؟ قالك لا، قالك الكمبيوتر سوفت وير عبارة عن two categories، بيتقسم لاتنين كاتيجوري. الكاتيجوري الاولاني اللي هو System Software، والكاتيجوري التاني اللي هو Application Software، تمام؟ فلو جينا هنا مسكنا System Software واتكلمنا عنه، لو قرينا الكلام اللي احنا بنقوله اللي هو It is an interface between application programs and computer hardware، ايه ده؟ الله، مش هو ده يعني اللينك اللي بين السوفت وير البرامج والهاردوير؟ طب ما ده يا دكتور كده هو الاوبريتنج سيستم. صح، هو ده الاوبريتنج سيستم. يبقى السيستم سوفت وير الاسم التاني بتاعه هو اوبريتنج سيستم. يبقى السيستم سوفت وير هو اتس ان انترفيس بتوين ابلكيشن بروجرامز اند كمبيوتر هاردوير. الاسم التاني له او اس او اوبريتنج سيستم، يبقى هو ده اللينك اللي بين الهاردوير والبرامج او الابلكيشنز يعني. طيب هو عبارة عن ايه؟ السوفت وير زي ما قلنا، او عفوا الاوبريتنج سيستم زي ما قلنا، قلنا ان هو طبيعي له طبيعة خاصة. ايه الطبيعة الخاصة دي؟ ان هو بيعمل البرامج اللي يقدر بيها من خلالها يتحكم في الهاردوير. يبقى الاوبريتنج سيستم ده عبارة عن مجموعة البرامج اللي بقدر من خلالها اني اتحكم في الهاردوير بتاعي. زي ايه الحاجات دي؟ او زي ايه الحاجات اللي بتحكم بيها في الهاردوير بتاعي، او ايه الاوبريشنز دي؟ قال لك عندي ثلاث حاجات. حاجه زي المانجمنت ميموري، هي دي اللي انا بقدر اتحكم في الرام بتاعي، اتحكم في الروم بتاعي. لما اجي مثلا احط الحاجه داونلود مثلا هتنزل على قطاع اللي هو درايف سي، انا انقلها احطها على درايف دي، ولا الديفولت بتاعي خلي درايف دي. الحاجات دي كلها، الاوبريشنز دي كلها الاوبريتنج سيستم هو اللي بيتحكم فيها. او مثلا جوه الدرايف الواحد بيتقسم لكذا سيكتور. حتى لو خدتوا بالكم ان ساعات لما بيحصل فيروس في الهارد ديسك او كده يقول لك باد سيكتور. ايه السيكتورز دي؟ هي قطاعات جوه الهارد ديسك بتتقسم لما بيحصل فيروس او حاجه بتتضرب، ممكن يعني بيحصل لها مشكله او كده. السيكتورز دي مين اللي قسمها؟ الاوبريتنج سيستم هو اللي قسمها. عندكم مثلا حاجه اسمها مانجمنت او مانجينج بريفرنس، يعني اللي هو انت لو مثلا حاطط انت على نتورك، انهي جهاز اللي هيشتغل، انت حاطط كذا برينتر، بتتحكم مين الجهاز، مين البرينتر اللي هيطبع الاول. الحاجات دي كلها مين اللي بيقسمها ومين اللي بيظبطها؟
الاوبريتنج سيستم. لو انت مثلا حاطط برينتر وبتطبع كذا دوكيمنت، مين الدوكيمنت اللي تتنفذ الاول وتطلع لك الاول؟ كل ده الاوبريتنج سيستم هو اللي بيعمل له مانجنج، بيعمل مانجنج لعمليه اللودنج، لو هتابلود حاجه او هتداونلود حاجه ازاي. ستورنج زي ما قلنا لو تفتكروا في المحاضره اللي فاتت او المحاضره اللي فاتت واللي قبلها لما كنا لسه في الاكاديميه، لما كنا بنتكلم على تخزن الحاجه فين، تتخزن رامات، تتخزن روم، تتخزن اكسترنال زي هارد ديسك ولا فلاشه ولا ايه بالظبط. كل ده مين اللي بيعمله؟ بيعمله السيستم سوفت وير او الاوبريتنج سيستم. فهنا بالنسبه لنا توضيح بس، السلايد دي فيها تعريف الاوبريتنج سيستم وفيها الاسم التاني للاوبريتنج سيستم، للسيستم سوفت وير اللي هو الاوبريتنج سيستم، وايه هي الاوبريشنز اللي الاوبريتنج سيستم بيعملها كنترول. عندي ثلاث حاجات: مانجنج ميموري، مانجنج بريفرنس، ولودنج وستورنج. في السلايد دي يا شباب هنستعرض مع بعض مجموعه اكزامبلز عن الاوبريتنج سيستمز اللي موجوده حوالينا والاونر بتاعها، مين الاونر بتاعها، تمام، مين المالك ليها او مين اللي عملها يعني. عندنا مثلا اوبريتنج سيستم، اول اوبريتنج سيستم ظهر خالص كان اسمه دوس او اختصار لديسك اوبريتنج سيستم، ده كان مايكروسوفت اللي عاملاه، وحتى بيبقى اسمه ام اس دوس. ام اس دي دايما اختصار لمايكروسوفت، تمام. وده كان عباره عن شاشه سودا كده كان بنكتب بيها مجموعه كوماندز، كل الكتابه مجموعه كوماندز. معرفش حد يفتكرها او حضرها او شافها قبل كده ولا لا. نيجي بعد كده قالك ويندوز، قصدي سوري مايكروسوفت، قالت لا ما احنا عايزين بقى ندخل الجي او اي، عايزين ندخل الجرافيكال يوزر انترفيس. طب هنعمل ايه؟ فاللي هي حاجه بقى يبقى ايكون ومنيوهات بقى، منيوز وزراير ومش عارفه ايه الحاجات اللي هي بالنسبه لليوزر فاميليار بيها. عمل اوبريتنج سيستم اسمه ويندوز، ودي طبعا مستمره معانا لغايه دلوقتي. جه بعد كده هي مش بعد، مش كلمه بقى بعد كده وقبل كده، لا انا بتكلم على الانواع اللي موجوده عموما. عندنا اوبريتنج سيستم اسمه اندرويد، طبعا كلنا ماسكين موبايلات معانا، عندنا هواوي، عندنا سامسونج، عندنا اوبو، عندنا اونر، عندنا كل الانواع الموبايلات دي مكتوب عليها ان الاوبريتنج سيستم اندرويد. طب ايه الاندرويد ده؟ الاندرويد ده هو موبايل اوبريتنج سيستم، اوبريتنج سيستم خاص بالموبايلات عشان نتحط عليها موبايل ابلكيشنز. مين اللي عاملها؟ شركه جوجل. اوكي، يبقى مين الاونر او مين اللي عامل الاندرويد؟ شركه جوجل. في بعد كده برضو اوبريتنج سيستم من اقوى الاوبريتنج سيستمز اللي موجوده على الاطلاق، اكثرها امنا سكيورتي واكثرها استقرار استابيليتي، هي اليونكس، وشركات كتيره ضخمه كبيره بتعتمد على اليونكس كاوبريتنج سيستم للاجهزه بتاعتها. مين اللي عاملها؟ شركه كان اسمها AT&T، طبعا دي في السبعينات او اخر الستينات يعني، وبالتعاون مع بيلز لاب. ظهر اللينوكس. اللينوكس هو الاوبن سورس، يعني معمول على طريقه اليونكس ولكن هو اوبن سورس. الميزه بتاعته ان هو اوبن سورس ومعمول على طريقه اليونكس. مين اللي عامله؟ واحد اسمه لينوس تورفلد، تمام. عشان كده اخد اول حروف من اسمه، هو اسمه لينوس وعملها على طريقه اليونكس، فخلى اسم الاوبريتنج سيستم بتاعه لينوكس وهو اوبن سورس. وهنفهم كمان شويه قدام شويه ايه كلمه اوبن سورس دي. بعد كده شركه ابل طبعا كلنا عارفينها، عملت اوبريتنج سيستم خاص باللابتوب اسمه ماك، او بالكمبيوترات يعني اسمه ماك، وعملت اوبريتنج سيستم خاص بالموبايلات اللي هو خاص بالايفون اسمه اي او اس. ده بخصوص السلايد دي، هي عباره عن الاوبريتنج سيستم باختصار، هي الاوبريتنج سيستم والاونر بتاعها. طبعا كلمه دوس هنا الاختصار بتاعها، طالما كتبت لكم الاختصار ان هو ديسك اوبريتنج سيستم يبقى هي عليكم، تمام. الأسئلة اللي ممكن تيجي حوالين السلايد دي ان مثلا يعني الاندرويد موبايل ابلكيشن ولا ديسكتوب ابلكيشن، قصدي اوبريتنج سيستم عفوا، الاندرويد معمول للموبايل اوبريتنج سيستم ولا ديسكتوب اوبريتنج سيستم؟
طبعا اندرويد واي او اس الاتنين موبايلات، الاتنين موبايلات، الاي او اس للموبايلات ولا للديسكتوب؟ تمام. يبقى معظم اللي عندنا هنا ديسكتوب، مفيش غير اتنين بس، هي الموبايل اندرويد واي او اس. فلو جيت قلت لك ان او قلت لكم ان عندي اوبريتنج سيستم للموبايل عاملاه شركه جوجل، يبقى مين؟ يبقى الاندرويد. عندي اي او اس، قصدي عندي سوري عفوا اوبريتنج سيستم، عندي او اس للايفون او للموبايل عاملاه شركه ابل، يبقى مين؟ يبقى الاي او اس. هنا دي طبيعه الاسئله اللي ممكن تيجي لحاجه زي كده. نيجي بقى خلاص كده خلصنا الاوبريتنج سيستمز او السيستم سوفت وير، وقلنا ان هو ده الانترفيس اللي بين بتوين الابلكيشن والهاردوير، او هو ده اللينك اللي ما بين الاثنين، وقلنا الانواع بتاعتهم ايه ومين الاونر بتاع كل واحده. طيب هنيجي بقى على النوع الثاني من الكمبيوتر سوفت وير، وهي الابلكيشن سوفت وير. ابلكيشن سوفت وير هي مجموعه برامج بتتعمل بتنفذ تاسكات معينه بس لمين؟ لليوزر. يبقى هنا السوفت وير الاوبريتنج سيستم مجموعه برامج بتتنفذ عشان يكنترول الهاردوير، لكن عندي انا هنا الابلكيشن سوفت وير هي مجموعه برامج بتتنفذ عشان تنفذ حاجه معينه اليوزر عاملها او عايزها. انا عايزه حاجه معينه، انا كيوزر عايزه حاجه معينه، فعملوا لي شويه ابلكيشنز او بروجرامز تخدم لي الحاجه اللي انا عايزه اعملها. تمام. فلو جينا قرينا هنا التعريف بتاع application software، it's a program that performs a specific task for the user for general or specific purpose. يعني الاهداف عامة او اهداف خاصة. طب ايه الاهداف العامة؟ هنتعرف عليها دلوقتي. وايه الاهداف الخاصة او زي ايه؟ برضو هنقولها مع بعض. هنقول النهاردة كده، هنقول في السلايد دي بسرعة ال general purpose application. يبقى احنا اتفقنا ان انا الابلكيشن سوفت وير عندي حاجه برامج بتتنفذ تخدم اليوزر، يا اما متطلبات عامه يا اما متطلبات خاصه. ايه المتطلبات العامه دي؟ عندي مثلا حاجه زي الوورد بروسيسنج، داتابيز، سبريد شيت، برزنتيشن، مالتي ميديا. تمام. محدش يتخض، السلايد اللي جايه فيها شرح كل واحده من دول. هنا مثلا يا شباب عندنا انا عملنا الجدول في اللي هي الجنرال بيربز ابلكيشن سوفت وير، وجنبها الهدف بتاعها ايه وايه الانواع بتاعه كل برنامج من البرامج دي. فعندك الوورد بروسيسنج، او عندكم الوورد بروسيسنج، هو ان ده سوفت وير بيعمل لي دوكيومنتس، بيعمل لي بيبر في الاخر. تمام. يعني بقدر اكتب عليها ورقه ريبورت، اكتب بحث، اكتب اي حاجه، اكتب ورقه معينه، اكتب اي حاجه، بيعمل لي دوكيومنت في الاخر. اكزامبل على كده ايه؟ المايكروسوفت وورد، الوورد باد، النوت باد، الحاجات دي كلها بقدر اكتب عليها دوكيومنت واطبعها. جينا بعد كده الداتابيز. طبعا لو انتوا حضرتوا المحاضرات بتاعتنا اللي فاتت هتفتكروا، لما فاكرين لما قلنا كلمه الداتابيز معناها ايه؟ الداتابيز معناها كوليكشن اوف ريليتد داتا. اللي حضر وكتب في الكشكول او صور هيفتكر الجمله دي، الداتابيز اتس ا كوليكشن اوف ريليتد داتا، داتا مرتبطه ببعضها. طيب الداتابيز دي اتعملت ليه او ايه الهدف بتاعها؟ قال لك ان الهدف بتاع الداتابيز دي ان انا باورجنايز اند مانج الداتا، برتب الداتا بتاعتي بشكل منطقي اقدر افهمه، واعمل لها مانجنج. بحيث مانجنج يعني ايه؟ يعني اعمل لها اداره، بحط لها شويه ريليشنز، بحط لها شكل معين، بحيث ان في اي لحظه حبيت ان انا ارجع للداتا دي عشان افهم منها حاجه معينه الاقيها مترتبه ومداره بشكل صح عشان اعرف اطلع بالمعلومه الصح. ايه البرامج اللي بتعمل الداتابيز دي؟ قال لك عندي الام اس اكسس او المايكروسوفت اكسس، ودي موجوده من ضمن مجموعه الاوفيس اللي بتنزل، وعندي سيكوالز اس كيو ال سيرفر، ده مايكروسوفت عامله ابلكيشن اسمه اس كيو ال سيرفر، ده بيتعمل عليه داتابيزز. وشركه اوراكل طبعا غنيه عن التعريف، عامله داتابيز سوليوشنز قويه. نيجي بعد كده السبريد شيت. ايه السبريد شيت ده؟ السبريد شيت ده يعني حاجه زي ما بيقولوا مفروده كده. دي بتعمل ايه؟ دي لو انا عايزه اعمل جداول، عايزه اعمل احصائيات، عايزه اعمل ميزانيات، عايزه اعمل اسجل مثلا انا بعت قد ايه النهارده، او ايه الصادر والوارد، يعني زي ما بيقولوا بعت ايه وايه المقل اللي موجود في المخزن والحاجات دي، احطها كلها كده في صوره جداول.
السبريد شيت هو اللي ايه يقدر يعملها لي. فال purpose of this software is to maintain budget ميزانيات grades درجات طلبة او حاجة financial statements زي ما قلت لكم اللي هي يعني الايداع والسحب والحاجات اللي زي كده احطها في جدول sales record المبيعات او الصادر والوارد زي ما بيقولوا اللي في المخازن او الحاجات دي. مين اللي بيعملها؟ السبريد شيت. مين اللي في المايكروسوفت اوفيس اللي يقدر يعملها لي؟ الام اس اكسل. الاكسل هو اللي بيقدر يعمل الحاجات دي. نيجي بعد كده للبرزنتيشن. حتى لما بنقول كلمه برزنتيشن يعني عرض يعني شو صح. يبقى هو سوفت وير الهدف بتاعه يديسبلاي انفورميشن. طب يديسبلاي انفورميشن عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها سلايدز زي اللي انتوا بتقروها دلوقتي كده. دي سلايدز بيقراها الهدف بتاعها ان هي توصل للي قاعد معلومه معينه بشكل معين وفي حد جنب السلايد دي واقف بيشرح السلايد دي بتتكلم عن ايه. مين اللي بيقوم بحاجه زي كده؟ عندي اتنين ابلكيشن تبع مايكروسوفت. عندي الباوربوينت وفي ابلكيشن اسمه بيرزي. يا ريت حتى تخشوا على بيرزي دي اعملوا سيرش على جوجل وشوفوا بيرزي دي هتلاقوا حلوة جدا. هي برضو عبارة عن ان هو بس الانيميشن فيها عالي يعني شكله جميل. دي انك انت ازاي تقدر تعمل برزنتيشن بشكل بصراحة كرياتيف يعني. جربوها اكتبوا على جوجل بيرزي وشوفوا هتتعاملوا معاها ازاي هتحبوها. اخر حاجة في الجنرال بيربز ابليكيشن المالتي ميديا. المالتي ميديا اللي هي انت الهدف بتاعها انك بتخلي اليوزر يقدر يعمل اوديو يعني يسجل صوت او يعمل فيديو صوت وصورة. زي ايه مثل عليهم؟ الميديا بلاير. يقدر ان هو يعمل صوت يسجل صوت يسمع صوت اي حاجة من دي. فدي المالتي ميديا. يبقى انا هنا عندي خمس جنرال بيربز رئيسيين: الورد بروسيسنج، الداتا بيز، السبريد شيت، البرزنتيشن، المالتي ميديا. تمام. وكل واحده والهدف بتاعها ايه. الوورد بيبروديوس دوكيمنت، الداتا بيز بيورجنايز اند مانج ذا داتا، السبريد شيت بيعمل مينتين البادجت او بيكتب جريدز او فاينانشال ستيتمنتس او سيلز ريكورد، البرزنتيشن بيدسبلاي الانفورميشن بطريقه سلايدز، المالتي ميديا بيقدر يخلي اليوزر يكرييت اوديو اند فيديو. كده انا لخصت لكم البرزنتيشن دي قصدي سوري السلايدز دي السلايد دي بسرعه جدا كده. تمام. هنيجي بقى للسلايد. طب حلو قوي احنا كده عرفنا بقى مين الجنرال بيربز. طب ما ايه السبيسيفيك بيربز ده؟ ايه الحاجه الخاصه؟ الحاجه الخاصه دي بتبقى مسؤوله عن طبيعة بقى الكيان اللي انت عايز اللي انت قاعد فيه. انا قاعدة في شركة وعايزة اعمل مرتبات الناس، يبقى هعمل حاجة اسمها payroll system. ده نظام الاجور والمرتبات اللي هو فيه الحوافز فيه الخصومات فيه الصافي فيه مش عارفة ايه. فبالتالي يعمل لي حسبة كده يطلع لي ان الموظف ده مرتبه اخر الشهر كذا، متضاف عليه حوافزه، مخصوم عليه مخصوم منه الخصومات بتاعته او الجزاءات بتاعته، لو اعتذر في يوم لو اتخصم منه يوم مش عارفه ايه الحاجات دي كلها. دي حاجه خاصه مش حاجه عامه موجوده في كل شركه. في شركه تحتاجها وفي شركه لا مش محتاجاها. في شركه عندها عدد الناس كبير جدا فعايزه نظام يحكم ده، وفي شركه مثلا فيها 10 20 يقدروا يعملوها بالورقيات. تمام. عندنا مثلا حاجه تانية اسمها سكول كنترول. سكول كنترول او اكاديميك كنترول اي حاجه من دي. دي المقصود بيها ايه؟ ان انا ببقى عايزه احط نظام جوه هيئه تعليميه زي مدرسه جامعه اكاديميه اي حاجه من دي تتحكم لي في الستودنت ريجستريشن، تسجيل الطلبه للمواد، تقديمهم، دفع المصاريف، الحاجات دي كلها، اختيار المواد، حذف المواد، الحاجات دي كلها. لو مثلا المكتبه يقدروا يعرفوا ايه الكتب اللي دخلت، ايه الكتب اللي استعارت اللي الطلبه استعاروها، ايه الكتب الطلبه رجعوها، ايه الكتب اللي محتاجينها. دي كلها حاجات سبيسيفيك خاصه بحاجه، خاصه بمدرسه، خاصه باكاديميه، خاصه بجامعه، خاصه بمكتبه. فالسبيسيفيك بيربز ابلكيشن ده السيستم الخاص اللي بيخدم لي حاجه معينه انا عايزاها في نطاق البيئه اللي انا فيها، نطاق اكاديميه، نطاق شركه، نطاق مستشفى، حاجه معينه. examples على كده البايرول سيستم والسكول كنترول. فتعالوا مثلا لو نقول مع بعض كده الاسئله ممكن تيجي عامله ازاي في الحته دي.
ممكن اقول لك البايرول سيستم والسكول كنترول هما اكزامبلز عن جنرال بيربز ابلكيشن ولا سبيسيفيك بيربز. لو جيت انا قلت لك مثلا الوورد والاكسل والباوربوينت والحاجات دي دول سبيسيفيك ولا جنرال، جيت قلت لك مثلا جيف مي اكزامبلز عن الجنرال بيربز، هتقول لي مثلا لو جيت قلت لك او قلت لكم جيف مي اكزامبلز عن سبيسيفيك بيربز ابلكيشن هتقول لي. هنا دي طريقه الاسئله اللي ممكن تكون في ناحيه في الـ في الـ في, الـ في النقطه دي. في السلايد دي يا شباب لو افتكرتوا تفتكروا كده من دقيقتين ثلاثه فاتوا وانا بتكلم على اليونكس واللينكس وكده، قلت لكم اللينكس اوبن سورس. سمعتوا كلمه ايه؟ اوبن سورس سوفت وير. طب يعني ايه اوبن سورس؟ تمام، عشان لما حد يجي يقول لك اه ده السوفت وير ده اوبن سورس، تفهم كده يعني تفهم كلمه اوبن سورس دي معناها ايه. طبعا اوبن سورس ان هو انك تقدر تنزله من على النت عادي خالص، ملهوش يعني سيديهات معينه لازم تتواجد ولا اخره. الحاجه الاساسيه الثانيه بتاعه الاوبن سورس هو عباره عن برنامج او سوفت وير اتكتب من مجموعه مبرمجين، تمام، بس عملوا ايه بقى؟ خلوا السورس كود بتاعهم، خلوا الكود اللي هم كتبوه خلوه مفتوح، خلوه افيلبل للناس كلها، بحيث ان انا عايزه اديت عليه او اكتب حاجه او ازود حاجه او اعدل حاجه في الاصل بتاعه ده مسموح لي. انا مثلا بعمل حاجه معينه، مثلا بعمل payroll system وجبت سوفت وير اوبن سورس بشتغل عليه، وانا عندي حاجه فيتشرز مثلا صغيره، عندي طبيعه معينه موجوده في السيستم اللي انا عايز اعمله، بس السوفت وير اللي انا الاوبن سورس ده اللي انا منزلاه ما بيخدمهاش. قال لك بالاوبن سورس تقدر تفتح الكود وتزود او تعدل الحته اللي انت عايزها بطريقتك او بايدك كمبرمج، تمام، علشان تخدم الحاجه اللي انت عايزها. فهنا الاوبن سورس اداني اتاحيه او اداني سماحيه ان انا اقدر اموديفاي او اديت على الكود اللي عندي عشان اعمل حاجه انا عايزاها. فيبقى هنا الاوبن سورس معناه ايه؟ هو عباره عن بروجرام اتكتب من مجموعه بروجرامرز او ديفلوبرز، تمام، وخلوا السورس كود بتاعهم افيلبل للناس كلها عشان او المبرمجين عموما، خلاها مفتوحه ليهم كلهم علشان يقدر يعدل عليه او يكتب عليه حاجه معينه. وطبعا دي بتكون فري اوف تشارج، يعني بتكون مجانا مش بفلوس. هنيجي بعد كده نتكلم على الكمبيوتر لانجويجز. ايه هي الكمبيوتر لانجويجز؟ ايه هي لغات البرمجه؟ لغات البرمجه اول او لغات الكمبيوتر عفوا، لغات الكمبيوتر اول ما اجي اقولها واحنا قاعدين مع بعض كده هتقولوا لي جافا، سي بلس بلس، سي، لا مش دي التقسيمه بتاعه الكمبيوتر لانجويجز. الكمبيوتر لانجويج هي عباره عن كودد سينتاكس، هو سينتاكس كلنا عارفين يعني ايه سينتاكس، طريقه كتابه بتتكتب عن طريق البروجرامرز. وعلى فكرة يا جماعة كلمة programmers وكلمة developers الاتنين واحد، تمام؟ طيب علشان ايه الكمبيوتر لانجوج دي؟ طبيعة اي لانجوج في الدنيا بعيدا عن انها كمبيوتر لانجوج ولا لأ، اي لانجوج هي بتبسط التعامل ما بين اتنين، صح؟ يعني انا بتكلم لغة، بتكلم اي لغة، بتكلم لغة معاكو احنا مثلا اللغة العربية بيني وبينكو عشان تسهل التواصل بيني وبينكو، تمام؟ اتنين بيتكلموا انجليش مع بعض وهم بيفهموا انجليش مع بعض، فالاتنين بيتواصلوا مع بعض او سهولة الاتصال بينهم وبين بعض بالانجليش. نفس الكلام الكمبيوتر لانجويج، كمبيوتر لانجويج اتعملت علشان اقدر اكوميونيكيت مع الكمبيوتر، اقدر اتواصل مع الكمبيوتر، تمام. طيب هي يبقى كودد سينتاكس اتعملت عن طريق programmers او developers عشان اقدر اتعامل مع الكمبيوتر او to be easy to communicate with computer. طيب بتتقسم لايه بقى؟ قال لكم اللانجويجز بتاعت الكمبيوتر بتتقسم لتلت categories او لتلت اقسام او لتلت انواع لغات. ايه هي؟ machine language، assembly language، high level language. وهناخد في كل واحده من دول سلايد هشرح لكم ببساطه شديده كل واحده من دول معناها ايه. الماشين لانجويج هي ماشين ما بتتفهمش غير عن طريق السي بي يو، هو السي بي يو الوحيد اللي يقدر يفهمها. ليه؟
لان هي ما بتستخدمش غير الباينري سيستم، هي عبارة عن زيروز وانز بس، وطبعا دي مش سهلة على اي حد يقدر يستفهمها او يستعملها، علشان يطلع كوماند واحد بيقعد يكتب كمية زيروز وانز رهيبة محدش بيفهم اللغة دي غير السي بي يو. يبقى لو مثلا سؤال ايه اللانجوج اللي دايركتلي اندرستود باي ذا سي بي يو، ايه اللانجوج اللي محدش بيفهمها غير السي بي يو، هتقولي الماشين لانجوج. ممكن اقول حاجة تانية، ايه اللانجوج اللي بتستخدم الباينري سيستم بس، الزيروز وانز او الكوماندز بتاعتها عبارة عن زيروز وانز، هتقولوا لي الباينري سيستم، إيه سوري هتقولوا لي الماشين لانجوج. تمام اوكي، فيبقى هنا عندي الماشين لانجوج هي اللغة اللي بتتفهم من خلال السي بي يو بس، وبتكون عبارة عن باينري سيستم، بتبقى عبارة عن زيروز وانز بس. تمام، هنيجي على اللغة التانية اللي هي الاسامبلي لانجوج في السلايد التانية. هنا عندي اللغة التانية اللي هي الاسامبلي لانجوج، هنا بقى بدأ يظهر الكود شوية، يعني ان شاء الله دي مادة هتاخدوها بإذن الله السنين اللي جاية اسمها اسامبلي لانجوج، هتعرفوا ان الميموري من جوه متقسمة لرجسترات، رجستر A ورجستر B ورجستر C، وكل رجستر بيخزن حاجة معينة، وفي طريقة سنتكس معين بتكتبوا بيها الاسامبلي. بس هنا بقى بدأ يظهر انك تقدر يعني كبروجرامر يقدر يتعامل بقى، يبقى هنا في الماشين لانجوج البروجرامر مش قادر يتعامل السي بي يو بس، هنا بقى لا، هنا البروجرامر بدأ يظهر بسنتكس معين، بكود معين، بطريقة كتابة معينة، بيقدر يأكسس البروسيسور على طول، يقدر ايه يأكسس البروسيسور على طول، او يقدر يكتب كوماندز خاصة بالبروسيسور على طول. يبقى هنا اول تدخل بشري حاصل، يبقى الاسامبلي، يبقى هنا بتبدأ البروجرامرز يظهروا بشوية كوماندز مكتوبة او عارفها او بيكتبها او يعني او بيقدر يتعامل بيها، يقدر يأكسس البروسيسور على طول او يكتبها عشان البروسيسور على طول ينفذها. تمام، طب اللانجوج دي بتستخدم في ايه؟ قالك احسن حاجة استخدمت فيها الاسامبلي لانجوج، او اقوى حاجة، هي مش احسن، اقوى حاجة استخدمت فيها الاسامبلي لانجوج هي طريقة ان هم يعملوا operating systems. يعني مثلا عندكم operating system زي اليونكس، كل الكوماندز بتاعته مكتوبة بالاسامبلي لانجوج، فقال الاسامبلي لانجوج هو انسب لغة يتكتب بيها operating systems. هتقولوا لي يا دكتور يتكتب بيها operating systems؟ اقول لكم اه، هو احنا مش متفقين اصلا ان operating system ده software، يعني شوية كودز بيتكتب يتكون software ده. ايه طريقة الكود المناسبة لعمل operating systems؟ هي الاسامبلي لانجوج. تمام، ومثال على كده اليونكس، اليونكس اكزامبل على ان الاسامبلي عاملة operating system. تمام، هنا زي ما قلت البروجرامر بيبدأ يظهر، والطريقة التعامل ما بين الكمبيوتر يعني الاسامبلي لانجوج والكمبيوتر عشان ينفذوا الكوماندز، حاجة يا شباب اسمها الاسكي كود، بيشتغلوا بالايه؟ بالاسكي كود. الاسكي كود ده اختصار ل، وتتنطق كده اسكي، اسكي كود اختصار ل American Standard Code for Information Interchange. دي الهدف منها ايه؟ هي فورمات معين للداتا اللي بقدر اتبادل بيها المعلومات مع الكمبيوتر كهاردوير والبروجرامز اللي بتتكتب. هي ستاندرد، مع يعني طريقة كتابة معلومات بطريقة ستاندرد كود، ستاندرد كود بقدر اتواصل بيها ما بين البروجرامز وما بين الكمبيوتر. ممكن في حتة الاسكي دي يجيلكوا الاختصار بتاعها، اسكي اختصار لايه؟ تمام، او اقول لكم مثلا في multiple choice ان هو عبارة عن data format for exchanging information between computers and programs. ايه الكود او ايه الداتا فورمات اللي بنستخدمه for exchanging information between computers and programs؟ طبعا سؤال زي ده انا مش كاتباه على السلايد، ولكن انا هعتمد على انك بتقرا السلايد وبتعيدها، فانت ممكن تاخد الاسئله دي مش مكتوبه عندك على السلايد بس انا بقولها، فخدها واكتبها ورايا. سؤال عن الاسكي كود هيكون عبارة عن كده. تمام، هنيجي بقى للحاجة الاخيرة اللي هي هاي ليفل لانجوج، النوع الثالث من الكمبيوتر لانجوجز. هاي ليفل لانجوج او ساعات بيسموها اليوزر فريندلي لانجوج،
لان هي قريبة في الكتابة من الانجليش، اللي هي بقى زي اللغات بتاعتنا بقى اللي احنا عارفينها، السي بلس بلس والسي شارب والجافا والبايثون والحاجات دي كلها. ليه؟ لان هي قريبة من الفهم بتاع البني ادم. انا بكتب مثلا عايزة عدد صحيح بكتب انتجر، عايزة عدد عشري بكتب فلوت او بكتب دبل، عايزة احجز مثلا برنت حاجة بكتب برنت، او بكتب عايزة اطلع حاجة بكتب سي اوت. انتوا بتبقوا احنا واحنا شايفين الكوماندز دي وهي او الانستراكشنز دي وهي بتتكتب، احنا فاهمين بالانجلش كده بتاعها دي ممكن يعمل ايه، تمام؟ فدي وسهل ان انا اقدر اتعلمها، وبتاخد وقت مني في الكتابة اقل بكتير من انا لو هكتب بالاسامبلي لانجوج، تمام؟ طيب ايه طبيعة الهاي ليفل لانجوج دي يا شباب؟ لو خدتوا بالكو احنا الماشين لانجوج بتتكلم مع السي بي يو، تمام؟ الاسامبلي لانجوج يعني بروجرامر بيكتبها عشان يقدر يخاطب البروسيسور، يبقى دي حاجة بتخص الكمبيوتر اكتر. قالك لا، الهاي ليفل لانجوج بتتعمل علشان خاطر تساعد الانسان اكتر، عشان خاطر ايه؟ تساعد الانسان اكتر. بمعنى ان انا بجيلك بمشكلة عايز اعمل نظام اجور ومرتبات، عايز اعمل نظام حضور وانصراف، دي مشكلة حياتية مش مشكلة كمبيوتر، صح؟ فالهاي ليفل لانجوج اتعملت عشان تخدم المشاكل الحياتية، اللي هي هنا مكتوب عندكم في جملة they are problem oriented rather than machine based. يبقى هي هنا في الجملة دي معناها ان اللانجوجز دي بتخاطب او بتحل المشاكل الحياتية مش مشاكل الكمبيوتر. مشاكل الكمبيوتر بنتعامل معاها يا اما بالماشين لانجوج يا بالاسامبلي لانجوج. طب يجي هنا بقى السؤال، مش دي هاي ليفل لانجوج يعني يوزر فريندلي، يعني خاصة باليوزر وبتحل مشاكل اليوزر، صح كده؟ طب ما انا عندي كمبيوتر. طيب الهاي ليفل لانجوج دي والكمبيوتر دول، طب هما فاهمين بعض ازاي دلوقتي؟ يعني الهاي ليفل بتحل مشكلة حياتية والكمبيوتر اهو يعني قاعد يعني بيحل مشاكله مع نفسه بقى. طيب علشان اخلي المشاكل الحياتية دي الكمبيوتر يحس بيها هعمل ايه؟ وده هيكون سؤال اجابة سؤالنا ان شاء الله المحاضرة اللي جاية بتاعة الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله. السؤال اهو مكتوب How machine can understand HLL؟ و HLL دي اختصار High Level Language. الانسر ان شاء الله هنعرفه في المحاضرة الجاية. شكرا يا شباب، لان اخدت من وقتكم تقريبا يعني نص ساعة. طبعا اتمنى ان تكون سلايدز واضحة، واتمنى ان تكون سلايدز شرحة نفسها زي ما بيقولوا. طبعا مكافأة ليكم الاسبوع ده، no assignment needed، مفيش assignment مطلوب منكم تماما، اهم حاجة بس ان انتوا تذاكروا السلايدز كويس. لو في اي مشكلة او اي سؤال انتوا عايزينه انا ان شاء الله معاكم لايف عن طريق زوم يوم الجمعة من الساعة 7 للساعة 8، وان شاء الله باذن الله لو في حد عنده اي سؤال او اي استفسار يسألني. لو الدنيا واضحة وشرحة نفسها اتمنى انك انت ان انتوا تذاكروا الحاجة كويس، وان شاء الله ما تقلقوش من اي حاجة، احنا معاكم في اي حاجة وفي اي استفسار. والاسبوع ده مفيش اي assignments مطلوبة منكم تماما، فما تقلقوش. بالنسبة لمرة من المرات على الفيسبوك كده نزلت assignment رقم 3، ده مش هطلبه منكم دلوقتي خالص، هقول لكم الاسبوع ده راحة، الاسبوع ده مش عايزة فيه اي assignments، وهنزله تاني بس امتى هتفق برضو معاكم. لكن الاسبوع ده انا مش مطلوب منكم اي assignments خلاص، انا كل اللي انا عايزاه شيت 1 و 2، وطبعا ما شاء الله في كميه كبيره بعتوهولي يا اما على الايميل يا اما على الموقع. وهستاذنكم من فضلكم اللي ما عملش شيت 1 و 2 يعمله، لسه قدامنا فرصه لغايه يوم الجمعه، الديدلاين بتاع شيت 1 و 2 يوم الجمعه، وان شاء الله مش محمله عليكم باي اساينمنتات جديده او حاجه. والاساينمنتس الثانيه ان شاء الله باذن الله بعد ما الاسبوع ده يخلص وعلى الاسبوع الجاي هيبقى في اساينمنت صغير بس مش دلوقتي خالص. فحاليا استاذنكم ان انتوا تذاكروا السلايدز دي، وان انتوا تبعتوا اللي ما بعتش شيت 1 و 2 يبعتوا، ومفيش اي assignments تانية مطلوبة منكم لحين انا هبلغكم، تمام؟ جود لك وربنا معاكم ان شاء الله، وخلوا بالكم وقعدوا في البيت ويعني اعملوا الاحتياطات الواجبة عشان كورونا. اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله، وسلام عليكم.